قج ابراهيم سميتي قج ابراهيم عضو في التعاونيه الرقيقيه. حقيقه هذا المشروع مزيان، هذا المشروع اللي جابوني هاد الناس ديال الامريكان استفدنا منه بزاف. السقي كان عندنا الماء ما كيوصلناش في الوقت، كان كيضيع، كان كنقول نخدموا الساقيه كان تطلب الوقت. دروك داروا لنا السيما، داروا داكشي مزيان، وزدنا الغرس وزدنا وعطانا الانتاج الزيتون مزيان الحمد لله، والتشين والمشماش والخضار والفصا وداكشي الشيء ديال الانتاج طلع مزيان الحمد لله مزيان. ونقص علينا سمو، ونقص علينا المصاريف ديال الخدمه. كنا الساقيه كنخدموا كنجمعوا 100 واحد ما نكملوها في واحد الوقت اللي باش يوصلنا الماء. دروك الحمد لله شي باس ما كان، ولا الماء كيوصلنا مزيان، ولا كان الحمد لله والحمد لله. الله يجزيهم بخير هاد الناس اللي جابوا لنا هذا المشروع، الله يجزيهم بخير والله ينصر سيدنا وهذا الشيء اللي نقول لكم.